مساكم الله بالخير في حلقة جديدة من برنامج كورنر. راح أكون معاكم وخديجة وأنسة وفانا. يا حياكم الله مشاهدينا في حلقتنا اليوم. عندنا موضوع يهمنا ويهمكم، لأنه حتى إحنا قاعد نتضرر منه شوية، فتابعونا. موضوعنا اليوم عجيب وشيق، راح نتكلم عن الميزانية. طبعا أحس أنا المعد حاط الموضوع خاصة حقي أنا وسارة وخديجة، لأن ميزانيتنا طايرة. راح نتكلم شلون نقدر نحافظ على الميزانية، شلون نقدر نسوي ميزانية مناسبة تناسب الفلوس اللي عندنا وأيضا تناسب احتياجاتنا الشهرية. طبعا احنا وايد نصرف مثل ما الكل يدري، السوق اللي هو سفر اللي هو اي شيء يعني احنا بحاجه له، ما كله يلا اللي هو يكون بالماستر بالفيزا بنفسه، يعني معاشاتنا، يعني نبي نحاول شوي نركز على ان شلون نحافظ على هالميزانيه. انا احس البنات غالبا هم اللي يصرفون اكثر من الشباب، لان البنات عندهم اشياء مستحضرات تجميل، عندهم لبس، عندهم هاي هيلز، عندهم مثلا شوز، عزكم الله، عندهم هالامور اكثر من الشباب. بس ناو دايز ما ليش احس الشباب، لا احس الشباب اي اكثر منا صاروا، يعني حتى هم قاموا يروحون صالونات، ترى قاموا يروحون يسافرون اكثر من كير اكزاكتلي. يعني حتى اغلبيه ترى يعني مصروفاتهم قاعد تكون على البراندز، صح؟ فحالهم من حالنا صاروا ينافسونا بالبراندز. صدقين انا صراحه ما احب سوالف براندز وهالسوالف، احس انه بدل لا اشتري براند اروح اسافر. في عندي اولويات دائما بالمصاري. هو يعتمد كل واحد وشنو اللي يحبه وشنو اللي ما يحبه. فمرات اللي عنده الامكانيه، انا دائما اقول اللي عنده امكانيه روحوا اشتروا عليكم بالعافيه. ما عندكم امكانيه، الواحد يخفف، يحاول انه هو يقتصد، ودائما شنو يسوي؟ يوفر له. صحيح، لازم التوفير مطلوب جدا. انتم مسوين ميزانيه حق مصروفكم الشهري؟ ليش لحرات؟ ليش انا ليتلي والله حسيت انا ليتلي يعني مؤخرا قاعد احاول اني لان ابي اسافر، اي جو تو براندز، وايد اشياء بخاطري فيها. ما ابي اروح يعني مثل معظم الناس يروحون ياخذون مثلا قرض عشان مثلا يبون يوصلون حق اللي هم يبونه. زين انت اوريدي قاعد يمشي لك معاش، بس يعني حاول بس ترتبها. شو الاولويات عندكم؟ يعني ما عندنا ترى وايد، احنا بالكويت يعني وايد الدوله يعني معطتنا حاجتنا. صحيح، يعني مو قاعد تخلينا نكلف على وايد اشياء، حتى الكهرباء، الماي، حتى الدراسه والصحه، كلها كل شيء عندنا مجاني. اغلبيه الاشياء يعني معيشتنا يعتبر يعني نقول 80% منها مجانيه. حتى الاكل شنو يسمونه؟ تموين. هذه كل الدول اعتقد عندهم تموين، مو كل الدول، بعضهم مو معظمهم، حتى بعضهم يو ريلي ريلي فيو، يعني يمكن عدون. الحمد لله احنا عايشين بديرة خير، الحمد لله يا رب. والواحد مفروض، انا احس عن نفسي المفروض انه كل شهر يخش له شويه، يحطه باكونت ثاني، والاكونت الثاني الكرت ماله يقصه عشان ما يجي كلش. هو ترى في البنوك في حساب اللي بدون كرت، يقولون بس الحساب توفير وما تاخذين الكرت، تخلينه يعني بس اذا تبين تروحين البنك يعني بالفرع نفسه تسحبين. اي يكون مالي خلق اتعنى واروح كيف اقول خلاص ما له داعي اصرف. ليش الناس تهجون انها بس تصرف؟ يعني هل عشان احنا عندنا وايد اشياء بالكويت ان تشوق يعني ان نصرف فينا نبي نصرف؟ هو شوفي لابد من الصرف، لكن الصرف الزايد عن حده هو اللي يسبب شوي الاشياء اللي ما لها داعي. اوكي، خلينا ناخذ اتصال ونسال هذا السؤال. الو سعود. السلام عليكم. حياك الله. يا هلا، يعطيكم العافيه. الله يعافيك. وسؤالكم اليوم وايد حلو، بس انا قبل اجاوب السؤال قبل أتعرف ياكم وعيس أقول نقطة حق الجمهور الكويتي كله، أن إن شاء الله يوم ثلاث مباريات لبنان احنا نسوين هاشتاج بالانستغرام إن كلنا نلبس تشكاشة وتريمبا، أتمنى من كلهم يلبسون نفس اللبس اللي تشكاشة وتريمبا. حلو. إنزين سعود، هلا، شلون إن أنت قاعد تتزن مصاريفك؟ أسمع، يعني شلونك مع المصاريف؟ يعني انت طالب او موظف، او ان انت شلون قاعد تصرف، شلون ميزانيتك كطالب او موظف؟ لا انا طالب. حلو. مصاريفي يعني اقول لك الصراحه يعني وانا يجيك ثماني يهبوني يوم يومين ثلاث ايام، ما احب اخليهم يعني عندي، يعني احب انه I like to spend it, I like to buy something.
كذي يعني، لكن اكثر من اسبوع ما احب ان اخلي ابوكي في فلوسه او يكون ما احب يعني ما اضايق، فاحب اني مثلا اروح السوق واشتري شيء او اني اروح لمكان يعني اسبندد على شيء يعني انفع، بس ما اقطع على شيء انا ما اي صح. يعني في ناس يقطون فلوس ما عندهم ما يسوى، واخر شيء يتفلسفون يقولون ليش وي سبند اور موني على شيء ما يسوى. صح كلامك سعود. سعود سعود مشكور على اتصالك، وانت ما شاء الله يعني صديق البرنامج راح نسميك، فلازم كل برنامج كل حلقه تدق علينا. امس كان كان شارك معنا، واليوم ما شاء الله من اول الناس سعود يتصل. مشكور يا سعود، مع السلامه. انقطع الاتصال بس هم مع السلامه. هو طالب يعني، هو طالب يعني انا عندي طلاب ترى هم الطلاب صايرين تقريبا احسن من يمكن الكبار. لأن ملتزمين مصروف معين. اي بالضبط، الاهل يعطونهم شيء بسيط وخلاص يعني. منهم هم ما شاء الله عليهم قاعدين يشتغلون كتجاري يعني يتاجرون. صح. وهم في منهم يشتغلون بارت تايم. حلو. بارت تايم جاب غير دراستهم، قاعد يشتغلون بارت تايم، وانا اشجع على هذه الامور انه ياخذون وقت فراغهم شيء مفيد. سواء بالتجارة أو بالبارت تايم جوبز. صح، لأن بالذات البارت تايم جوب يولد الشخص نفسه طول ما أنه هو هم بالسن المعين يعني مع الدراسة، إنه يحس أكثر بالمسؤولية وبكل شيء قاعد يبدي يعني يعطي فيه، وبنفس الوقت قاعد يأخذ خبرة. والحمد لله يعني استفانة أمس شفتك بالسناب إنك كنت رايحة عند شو اسمه جوب هاب. ستودنت هاب. أيوة. هذا مشروع شبابي توظيف. وايد حلو. وايد حلو طبعًا، يقدر يخدم العديد من الطلاب اللي حابين مثلًا هم حق طلبة الجامعات ولا بس. طلبة الجامعات اللي حابين إنه يتوظفون بارت تايم أو فول تايم. بالعكس هذا حديث التخرج. مادرة وايد حلوة، بحيث إن الطلبة اللي عنده ميزانية زايدة يبي يصرف زيادة يروح يشتغل. صح، مهم ما نقدر يصرف على الواحد. حلو واحد يتحمل مسؤوليه يعني. أكيد. اذا حاس ان هو مصاريفه وايد لا يكلف على اهله بهالمصاريف. صح. وهو يشتغل على قد اللي يطلع له، على قد اللي الحين الاهالي كلهم مستانسين. الاهالي يقول اي اي صح، زيدوا وشجعوا عيالنا خلي يشتغلون، خلي يعتمدوا على نفسهم. صح. خلنا نذكر مستمعينا، اسف مشاهدينا، بارقام الهواتف موجوده عندكم تحت كاهي، دقوا علينا واعطونا رايكم عن سالفه الميزانيه. ايش رايكم بهباش؟ ما إيه البخيل هذا؟ تتوقعون ان هذه الشخصيه حلو ان الواحد يقتدي فيها؟ لا لا ابدا ابدا. انا عندي انسان يكون اسوء انسان بالدنيا ولا انه يكون بخيل. يعني البخل عندي اسوء شيء ممكن انه ما ممكن ناخذ الحسنه الخصله الشيء الزين منه انه هو قاعد يوفر فلوسه. اي حق شنو؟ ليش؟ هو شوف انا لحقنا احنا انه هو شنو قاعد يسوي؟ قاعد يوفر. ايه؟ هو هذاك بخيل يعني. يعني الله يذكره بالخير مع ايام الطيبين. زين بس انه يعني كان يوفر يعني. اي هذا هو، الله يطول بعمره ان شاء الله. يطول بعمره. زين فيعني انه هو كان شنو؟ كان دائما يخش 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 يخش، حتى ما قاعد يعطي حق اهله. احنا نخش حق مثلا نقول اليوم الاسود. اي حق اليوم الاسود. ممكن ليش خديجة يعني؟ اليوم الأسود حق واحد معين حقه هم صح إذا صح حق العيشة نفسها. صح. ممكن إن إحنا ندخر حق الطوارئ يعني. صح. في ادخار حق الطوارئ، في ادخار مثلاً حق آخر السنة حق سفرة. صح. مثلاً سفرة سنعة يعني مو. أي. سفرة بيومين. إنزين. وفي ادخار بعد حق مثلاً شو نقول؟ تقدرين مثلا يبي يكمل دراسه يقدر انه يدخر كل جامعه ما جامعه يمكن ما كله بعثه يبي يكمل يعني ياخذ شهاده من برا او من جامعات خاصه. وفي ناس يخشون حق ما بعد التقاعد. صح. يعني فلوس حق ما بعد التقاعد عيالهم. حقهم هم يعني. انا احب السال الاجانب بس يتقاعدون يبدون حياتهم. صح. يبدون يسافرون يلفون دول العالم، لكن بعد التقاعد وبعد ما الباور مالهم صار شويه ماكو وايد باور، ماكو وايد. هذا الاجنبي. الاجانب بس هم عندهم باورز يمكن. زين احنا راح نتكلم عن مني الحين. على ما يتقاعد الا يبي يقعد، يبي هدوء، يبي يشوف احفاده، ويبي البيس بس ما يبي يسوي شيء. الحياه الاسريه. زين توقع هو شوف الحياه الاسريه طبعا حلوه حلوه منها. عارفه بس انه اوريدي ترى المتقاعدين يعني لهم بعد عقب ما يتقاعدون لهم اتوقع. اي يمشي لهم فهالشيء هم شيء معين. خلينا ناخذ اتصال. الو السلام عليكم. السلام. شلونك محمد؟ الله يعطيك العافيه. شو اخبارك؟ والله بخير الله يخليكم. شلونكم؟ تمام. مسوي ميزانيه حق مصاريفك؟ والله اكيد. اول شيء حبيت امسي عليكم كلكم.
ثانك يو. خديجه ورمدي عزازه ساره ما انتبهت على الاسم ساره. ونعم فيكم الميزانيه والدخار اكيد يعني الواحد وراء سفره وراء سوق وراء يعني مصاريف خاصه فيلتزم بادخار معين يحسب حسبه من المعاش يحطها حق اخر السنه حق صيف حق سفره زين من يعني من هالامور هذه الادخار الميزانيه يعني انت تدخر ميزانيه او تدخر فلوس عشان توفر للميزانيه او تشتغل طالت اتصال من خالد محمد ردك علينا مره ثانيه وجاوب على السؤال اللي قلت لك اياه عن الميزانيه. زين الحين انتم يعني ما قاعد يصير يعني تحوشكم شوي الحاله اللي اول شهر اوكي بعدين نص الشهر قاعدين كذي تنطرون ما يمدي يصير نص الشهر ما يمدي يعني اول اسبوعين بعدين اقعد الوالد والدة الله يحفظهم يعني ما يقصرون معي بس يعني انا لازم يعني من خلال هالحلقه يا رب يا رب يا رب ان اكون اوفي بوعدي ان انا اوفر بالفلوس اسوي ميزانيه عدله عشان تفيدني انا وهم بتفيد اهلي حرام. الحين نطلع بعد المجلس فانا نطلع تقرير نروح نشوفه ونرجع لكم. اوكي. تحدد أولوياتنا من خلال ميزانيتنا التي نضعها عند كل شهر أو سنة ومن خلالها يتم التصرف لكثير من أمور حياتنا وقد تضغط كثير من المصاريف الشهرية على الدخل مما يؤرق الكثير من الشباب والأسر شهريا من كثرة الصرف المادي ولهذا ظهرت كثير من الدراسات وكذلك الحلول لتساعد على تنظيم المصروف الشهري بما يتناسب واحتياجات الفرد. أعزائي المشاهدين من خلال تواجدنا منطقة كيفان حوالين الحرم الجامعي كان لقاء مع أحد الطلبة أبي أعرف كيف أنك توفر ميزانيتك كونك طالب جامعي. أنا أوفر ميزانيتي بإني لو أبي أكل أكل عادة أجيب أكل من البيت ما أجيب أكل من برا لأن كثرة الأكل برا تطير فلوسي كلها بسرعة وشيء ثاني إني أحاول ما أطلع وايد عشان هم البنزين بعد ياخذني فلوس وايد فأني أوفر مصاريفي قد ما أقدر المصاريف الصغيرة هذه اللي تصير بشكل مستمر وايد هذه تاخذ من فلوسي وايد. هل انك عندك حل انك توفر ميزانيتك اكثر ولا يعني عندك مصاريف جامعيه مثل الكتب والقرطاسيه اللي تحتاجها حق مسيرتك الدراسيه في الجامعه كيف انك تقدر توفر ازيد والمكافاه والطلابيه اللي تاخذها من الجامعه ممكن ما توفي مصاعب الحياه اللي تواجهها في خلال مسيرتك الجامعيه هل تقدر انك توفر اكثر الدفاتر مثلاً والكتب مرات يوفرونها القوائم أقدر أخذ لي الدفاتر منهم بدل ما أشتري بالجمعية وهذا الشيء يوفر مني فلوس يعني كل كورس أشتري أعزائي المشاهدين من خلال تواجدنا في جامعة كيفان أو بالتحديد منطقة كيفان في جمعية كيفان أبي أعرف من أحد الطالبات مدى توفير الميزانية ككونج كطالبة الأول عن المكافأة الاجتماعية دائما هي تنزل متأخر فعادة احنا نواجه الصعوبة ان نوفر احتياجاتنا من ناحية كتب واشياء كذي ثانيا من ناحية ان نبي ننمي شغلات ثانية مواهبنا او نشتغل هي ما تكفي وبس احنا اللي نعاني من المكافأة ان التأخير دائما متأخرة. بالنسبة لك شنو الحل للموضوع هذا؟ انه يكون في نظام معين محدد واضح من إدارة الجامعة انه يختاروا لنا يوم معين كطلبه انه ينزل مع الرواتب او على الاقل يحددوا لنا يوم معين. من خلال تواجد كاميرا البرنامج في احد المجمعات التجاريه كان لقاء مع احد الطلبه او الشباب، ابي اعرف شلون تتحكم في ميزانيتك مصروفك؟ مصروفي المدرسه يعني اقدر اتحكم فيه انه مرات
أكون مترايق بالبيت أو إذا بترايق بمدرسة أن أنا أغلب شيء أترايق بالبيت وأخلي حق الفرصة الأولى ما أكل شيء أترايق أكون بالبيت، ثاني فرصة ثاني الفرصة الثانية أترايق بمصروفي وأقدر أخش إذا أبي عشان حق نهاية الأسبوع الويكند اللي هو عشان إذا بطلع ولا شيء. يعني توفر من مصروفك؟ إيه أقدر أوفر. كونك طالب جامعي هل تقدر تتحكم في الإنفاق من خلال ميزانيتك؟ إيه نعم أقدر يعني أنفق يعني مطاعم وكذي الحمد لله. يعني تحاول تقلل من الإنفاق في المطاعم؟ أي شوي يعني أقلل بعض المرات يعني ما أروح مطاعم وايد. شلون توفر ميزانيتك؟ يعني ما أروح يعني مطاعم وايد وما أطلع وايد يعني. هل عندك هدف معين يعني؟ هل أن الجامعة الكويت توفر لكم الكتب والمذكرات يعني بالمجان؟ لا، في بعض الكتب نشتريها يعني تكون غالية يعني شوي. القوائم الطلابية اللي ترشح نفسها في الجامعة توفر لكم بعض الحاجيات؟ لا، مو كل شيء يعني. كونك طالبة جامعية شلون تتحكمين في ميزانيتك في مصاريفك حق الجامعة؟ أنا الصراحة أول ما تنزل لعانتي أخلي 100 بالبنك و100 ثانية أستخدمها حق حاجاتي وحق يعني ملابس وأشياء، ما أصرفها على طول في مطاعم وهالسوالف لأن الجامعة موفرت لنا مطاعم. هل جامعة الكويت توفر لكم الكتب والحاجيات والقرطاسيات اللازمة حق اليوم الدراسي؟ أي والله توفر لنا كل الكتب بس الكتب وايد غالية. يا ترى القوائم الطلابية اللي يرشحون نفسهم هل هم عندهم خصومات يعطونكم خصومات؟ لا ما خصومات من القوائم ما. رجعنا لكم بعد هذا الفاصل وشفنا غصور التقرير وشفنا التقرير وسمعنا وايد وايد يعني آراء وطريقتهم وهم شلون يتحكمون بالصرف مالهم. أنا لاحظ بالتقرير إنهم وايد تكلموا عن الأكل، إن الأكل هو اللي خسر ميزانيتهم. قالوا إن إحنا لو ما صرنا ناكل وايد من المطاعم رح نوفر ميزانيتنا أكثر من إن كل يوم كل يوم. زين زين زين. أهم الأكل يعني الأكل بعد الأكل. زين شلون نتحكم بالأكل؟ إذا إحنا دولة ما شاء الله المطاعم مسطرة وايد صح وتشوق يعني منو ما فينا أبي أجرب هالمطعم هو صح. الياباني هو الإيطالي هو التركي كلهن على كل شوف اللي شو الواحد يقدر يسوي إنه أول الشهر أول ما ينزل المعاش مطعمين اللي يكونون شوية يعني ميزانيتهم مرتفعة عقب شوي نص الشهر مطاعم عادية آخر الشهر عاد بعطوا فلافل ما فيها رحت عليها بس نقدر نسوي مثلا بالأسبوع بالشهر نسميه نو فود لا نو ريستورانتس يعني okay. ترى ممكن يعني ماكو مطعم اكل يوم البيت ترى حلو ترى الحين اذا الوالده سمعتني وانا قاعد اقول ان اكل البيت حلو راح تقول هذه مستحيل بنتي لان انا من النوع اللي وايد احب اكل مطاعم بس مو اي مطعم يعني قبل انا صغير احب فاست فود كوز اي لاف برجرز اند ستف بعدين الحين قمت صايره وايد احب الايطالي روح الياباني زين الياباني إيه الياباني ياباني هذا هبت هذا مع هبتهم مش عليها اوكي بعد غير شيء قولي معانا اتصال. الو نعم فيصل. هلا والله شلونك فيصل؟ والله بخير الحمد لله. قولي شنو اكثر شيء تصرفه بالشهر؟ والله بصراحه تدريني يا واحد يشتغل فدوام واحد لازم يصرف على اكل وعلى ملبس لازم الانسان لازم يكشف. ليش صوتك مضايق زين؟ ليش مضايق؟ فيصل زعلان؟ لا والله مو زعلان. ليش كذي تقولها كنا ان كمل كمل. ما عليك. لا والله مو زعلان.
ترى شيء حلو ان انت تحس ان انت يجيلك مثل معاش وقاعد تصرف وتساعد يعني الاسره. هي مسؤوليه انا ادري يعني انا حاسبك معني انا الحين يعني مو ام بس انه بس انه هي مسؤوليه فعلا ويصرف على الاهل. الله يخليهم لك يا فيصل. الله يسلمك. الله يسلمك. والله يقويك ان شاء الله عشان تصرف زياده وزياده. هو لحظه يعني انت الحين انت يعني قاعد يروح كل هذا يعني مو حق. عندي سؤال برنامجكم الحلو هذا. اسال تفضل. بغيت اسلم على اخواتي الاثنين اللي برا البلاد على فاطمه ومريم. يا ريت برنامجكم الحلو هذا تقولون فاطمه ومريم. فاطمه ومريم. اوكي. هاي فاطمه هاي مريم. مريم. سلام. اوكي. يعطيك العافيه فيصل شكرا على اتصالك. مشكور فاطمه ومريم. يا حلو حسيته فاميلي يعني هي سو ما اقدر نقول كيوت كوز هي زمان بس هي از كيوت او هي سو انه حلو حسسني صدق انه يعني هو ابو. هذا هو يعني كل الابهات والامهات يعني يصرفون على عيالهم وهذه مسؤوليتهم يعني مثل ما احنا مسؤوليه وايد مسؤوليه كبيره بس احنا لازم نقدر يعني احنا كشباب ما يصير كلنا نطلب نطلب نطلب. حلو الاهل من وهم صغار يربون عيالهم على القناعه اول شيء وعلى الاعتماد على النفس بالضبط. ثاني شيء مثلا هم قاعد يسوون ميزانيه يخلون عيالهم حواليهم يشوفون الاهل شنو قاعد يفكرون فيه الاهل شنو قاعد يسوون راح يشوفون ان هم قاعد يبنون مستقبلهم. يمكن هم ما يعني ما يقدرون هالشيء بالصغر بس لما يكبرون اكيد راح يقدرون هالشيء وراح يعرفون ايش كثر اهلهم تعبوا وايش كثر صرفوا عشان يكونوا مستقبلهم. طبعا زين تسوون يعني بيني وبينكم تسوون جدول بيني وبينكم والناس قاعد طالعني زين تسوون جدول. انا في ناس مثلا يروحون عند اخصائيين او ان احد يستشيرونه فيقول لهم والله سووا جدول فتؤمنون بهالجدول اي يعني مثلا يحطون الراتب الاساسي مثلا نفترض 20% انسى يعني التوفير نفترض طبعا لازم اهم شيء الاقساط في البدايه فيعني تعتقدون ان هالشيء حلو شيء حلو مفيد بس انا الناس تلتزم فيه انا إيه ما التزم فيه بس كلش ما التزم فيه ومو لازم في صح في منهم يروحون حق احد يساعدهم بهالموضوع وفي منهم نفسهم لازم يكون شوي عندكم قناعه يعني ان انتم لازم تتحكمون اكثر صح. في المصرف انا شفت بالتقرير قبل شوي قاعد يتكلمون حتى واحد قاعد يقول انه شلون توفر انت ميزانيتك بالمدرسه وما ادري يعني يعني شوي خمد ورا كويت خمد ورا شوي يعني ايام قبل كانوا يوفرون لنا الريوق مو انا طبعا صدقوني انا ادري الحين يقولون انت كم عمرك زين لا مو انا يعني امي اهلي الكبار كانوا يوفرون لهم الريوق يعني اللي ما له داعي انه كان يصير انه في مخصف هو في مخصف بس انه مو تجاري بهالمعنى لان احنا اصلا كان مو بس ريوق كان ريوق وغدا بعد. اوكي عندنا اتصال مريم. الو السلام عليكم. هلا والله مريم شلونكم اول شيء والبرنامج وايد حلو وانتم وايد منوريننا حبيبتي اشكرك انزين واحب اقول لكم انا اكثر وحده ميزانيتي مو شيء كلها حق مطاعم خلاص تفطرين معانا عيل وليش قاعد تطيرينها على المطاعم؟ ما اسمع ليش قاعد تطيرينها كلها على المطاعم؟ لان انتم قاعد تذكرون المطاعم وشي فانا الحين بعد جيت فانتوا خليتنا الميزانيه راح تخترب. لا بس احنا قاعد نذكر بعد اشياء وايد مهمه شلون تحافظين على ميزانيتك ليش خذيت الشيء اللي تصرفين فيه وخليتي الموضوع الاساسي شلون احافظ على الميزانيه لان انا ما اعرف احافظ عليها زي حاولي تحطي الجدول صح لابد ان شاء الله احاول خلاص انت تابعي برنامجنا عدل اليوم وراح تعرفين ان شاء الله شلون تحافظين على ميزانيتك وادعي لنا صح العافيه وبس ايش مطاعم ستوب يعني حطي ايام معينه على الاقل ويكند بس بالويكند عاد ويكند لا ما صحش ما صحش لان زحمه ايام الاسبوع يوم اثنين زين يوم اثنين حم يوم اثنين نشكرك مريم على الاتصال الحلو وطبعا نبي كل حلقه هم تتصلين علينا وتشاركينا بمواضيعنا نرجع حق محمر حديثنا إيه اللي كان عن المدرسه خلنا ارد اقول لكم عن المدرسه فقال انه هو يخش يعني اذا اعطوه اهله بالعطله يعطونه مصرف فيخش حق لين يوم المدرسه اذا ما كان عنده وانا قلت لكم تو الحكومه كانت توفر ريوق يعني احنا كلنا عيالكم
وكنت توفرون حق أيام قبل، ليش الحين وقفتوا هالشيء؟ ليش صار الموضوع تجاري أكثر وهو تبع الحكومة نفسها تبع الدولة؟ يعني شوي حالو هم أنتوا تساعدونا، يعني إن شاء الله إن تردون هالقرار لأنه وايد يفيد. صح. وايد راح يوفر، يعني حرام صغار وما يتريقون يمكن أهلهم ظروفهم يعني. بالضبط. أسف سارة قاطعت، بس إنه يعني في شيء لازم أقوله، إن الأكل بالمقصف مو صحي كلش. يعني انت قبل كنت توفرون اكل صحي، كان غدا وعشاء، غدا وعشاء سوري ريوق وغدا، وهم كان في سناك يعطونهم شوكليت بين الريوق والغدا. انزين كان قبل اكل صحي، وكانوا الاهل هم كانوا انت لي ترى انا قبل الحلقه شنو قالت لك تلعبتي تدرون انا قبل كل حلقه اقول حق ساره لا تقولين اسامي براند، لا تقولين اسامي، لا تسوين دعايه ببلاش. يلا راح اقول حق الكتكات يدفع لنا، ترى لاني احبه، لاني احب انا الكاكاو كلنا نحبه، وكانوا يحطوا يعطونهم ياز الحين ما يعطون، بس يعني خلاص ما راح ارجع للمدرسه من اول جديد. بعد قبل كانوا وايد يعطونهم حليب، حليب الفواكه، الحين ما قاعد نشوف عيالنا ترى هم بعد اي حليب كاكاو. كانوا يعلمونهم على الاكل الصحي، يعني من هم صغار كانوا متعلمين على الاكل الصحي، الحين شنو اكلهم؟ ترى كلش مو صحي، كاكاو ومشروب غازي والعصير، وهم بعد الأغلبية أنا ما أحب العصير اللي يكون المعلب، أي وايد وايد في وايد في كمية الشكر عالية ومواد حافظة بعد. خلنا نكلم أستاذ بدر الصراف، هو خبير اقتصادي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هلا والله، شلونك أستاذ بدر؟ حياك الله، الله يسلمك، شلونك؟ الحمد لله. أستاذ عطنا من نصايحك على الميزانية. بالنسبة لموضوع الميزانية هني بالكويت، أنا نلاحظ مجتمعنا قسمين، قسم يتحكم بالفلوس، قسم الفلوس يتحكم فيه. صحيح. طبعاً الغالب أو الطابع العام إن الناس الفلوس يتحكم فيها، ليش؟ لأن الواحد لما تجي الفلوس فيه إيش يسوي؟ وده يصرفها. فعشان الشخص يتحكم بالميزانية لازم يكون عارف شنو احتياجاته وشنو الشغلات اللي هو يبيها. في فرق وايد كبير بين الحاجة وبين شيء أنا أبيه، أو شيء أنا مثل ما تقولين منتج إذا ما استخدمته ما راح يأثر على حياتي. بس تعطينا توضيح استاذ؟ اعطيك توضيح. احنا بالانجليزي نسميها النيد والوان. الشيء اللي انا احتاجه لازم اصرفه، والشيء اللي انا اذا قلت الوانت اللي هي الشيء اللي اذا ما صرفته ما راح اتاثر. يعني بما معناه اخذ لي مزرين موبايل فلاني، اقدر اخذ موبايل عادي او اقدر اخذ موبايل وايد غالي. فهني تي تفضيل الاشخاص، لان احنا كمستهلكين في المجتمع عاده تختلف طريقة صرفنا الميزانية بحسب أسلوب حياتنا. صح كلامك. يعني في واحد يقوم الصبح يقول أنا لازم أشتري قهوة من الكافيه الفلاني، هذه حاجة بالنسبة له تعتبر. أما في شخص ثاني يقول لا والله أنا أقدر أشرب أي قهوة عادي، لكن تكون حاجات شغلات ثانية. فأفضل شغلة أساس أن أنا أحسب ميزانيتي الشهرية وأقدر أوفر منها، أن أنا أعرف شنو الأساسيات اللي لازم أصرفها في كل شهر، وصافي الميزانية رحلة لنهاية الشهر. ليش لنهاية الشهر؟ عادة الناس بس ينزل معاش تسوي تروح السوق تشتري كل شيء، صح؟ اللي محتاجه واللي مو محتاجه. صحيح. إيه الأفضل لا. إني أنا أشتري الشغلات اللي محتاجها وأدفع الأقساط اللي علي والشغلات الأساسية في بداية الشهر، باقي الميزانية أخليها لآخر الشهر. إذا والله بشتري تلفون فلاني ولا بشتري شغلات فلانية أرحلها لآخر الشهر، لأن في شغلات ممكن تطلع لي بالشهر تضطر إني أنا احتاج اني اتسلف فلوس عشان بس اغطي الميزانيه، لان انا صرفت كل شيء في بدايه الشهر. هذا واقع اغلب الكويتيين ترى، لين نص الشهر ما عندنا شيء. استاذ انا عندي سؤال، ماذا الحين تكون في حاله طوارئ حق العائله، مثلا حاله صحيه طارئه يحتاج انه يصرف فيها فلوس اكثر من اللي عنده انه حاطها بالميزانيه، شلون يقدر يتصرف الانسان بهذه الحاله؟ هني ترجع حق التخطيط المالي في بدايه السنه. انا دائما انصح الاشخاص لا تاخذ قرض الا اذا انت محتاج، لا تاخذ فيزا وماستر الا اذا انت محتاج. ليش؟ لان ساعات مثل ما انت قلت لي تقدر طارئ، فاضطر اني انا لازم اروح اتسلف او لازم اروح اخذ قرض عشان اقدر اغطي الشغله هذه، صار لي حادث، اختربت سيارتي، صار شيء وتضر. فدائما اقول لا تاخذون قروض، لا تاخذون فيزا او ماستر الا لما تكونون محتاجين. ليش؟ لان في يوم من الايام راح تحتاجون تاخذون. صحيح. وعندي لك انا بعد سؤال، يعني احنا عندنا شوي اكثر شيء يعني اللي اتوقع كاسر الميزانيه اللي هو المطاعم، تهجي أن مع الأيام شوي راح الناس يعني توقف هالشيء وتحط لها أوقات معينة أو أيام معينة؟ بس الصوت بعيد عفواً، تريدين تقولين السؤال؟ أنا سمعت المطاعم. إيه أوكي، قاعد أقولك أن المطاعم هي كاسرة الميزانية بالكويت يعني خاصة. تهجى مع الأيام أن راح يتعدل هالموضوع والناس راح تحط أيام معينة؟ ألو
قاعد يسمع؟ اعتقد ان استاذ بدر صرف ما قاعد يسمعنا عدل. استاذ بدر قاعد تسمعنا؟ الحين قاعد اسمعكم. اوكي. زين، تتوقع استاذ بدر؟ اي اسمعك. انزين، تتوقع ان الحين المطاعم كاسره ميزانيه الناس اللي بالكويت، تهجى مع الايام، انه ممكن انهم يحطون يوم او ايام معينه او وقت معين حق المطاعم؟ اي هذا سؤال وايد ممتاز. فعلا تلاحظين نسبه السمنه عندنا بالكويت ماي وايد منتشره. ليش؟ لان ثقافه الاكل عندنا شويه ملخبطه، صرنا نعتمد على المطاعم ميزان بحياتنا اكثر ما نعتمد حتى على اكل البيت في الوقت الحالي، بسبب ان الحياه صارت وايد سريعه ونحن مو فاضيين نقعد ناكل او ننظم حياتنا. فاحسن طريقه اني انا ما اعتمد وايد على المطاعم، اولا لاسباب صحيه، وثانيا راح تلاحظين ان يعني الشخص الكويتي على الاقل يقط 50 الى 60 دينار بس عشان يشتري قهوه كل شهر، فما بالك المطعم او الاكل اللي هو قاعد يقط، ايش كثر قاعد يصرف وما قاعدين ما قاعد يحاسبون نفسهم. في ابلكيشن سووه في امريكا خاص حق الناس اللي تصرف ميزانيتها، قالوا شنو؟ قالوا انت لما تيجي تصرف اي شيء الابلكيشن هذا يخليك تسجل، اذا انت شريت والله قهوه تسجل ان انت شريت قهوه بالمطعم، اذا شريت اكل تسجل، تكتشف في النهايه ان الناس قاعده تصرف 60 الى 70% من ميزانيتها على الاكل، مع ان المفروض ان الميزانيه ما تزيد اكثر من 30% عن الاكل. فهذه شغله لازم المجتمع الكويتي يعالها، لان هذه الفلوس في النهايه لو تيون تجمعونها لنهايه السنه ترى ممكن تروحون احلى سفره للمالديف. اذا قدرتوا بس توفون من مصروف المطاعم. استاذ عندي لك سؤال. تفضلي. أبي وهو مو سؤال، أبي نصيحة توجهها حق الطلبة المقبلين على الوظيفة أنهم يتوظفون، أو يمكن أنه راح يصير عندهم التزامات أكبر ومسؤوليات أكبر، وأنهم يتسرعون قاعد يأخذون غروض، فشنو نصيحتك حق هالطلبة أنهم ما بقالهم شيء إن شاء الله ويتوظفون؟ في أكبر غلطة يسويها الطالب أنه أول ما يتوظف يقوم يشتري سيارة وايد عالية قيمتها 40 أو 50 ألف ويكون على قده. صح صح اللي عنده صح هذه. لكن اللي ما عنده خلي يأخذ شيء على قده. ليش؟ خلي يحط في باله هو الحين مقبل على وظيفة. صح. الوظيفة راح تغطي له جزء كبير من ميزانيته، لكن فرضا يتله فرصة أنه يفتح مشروع أو يتله فرصة أنه هو مثل ما تقولين يروح يكمل دراسته للخارج، فهني تي سالفة القروض، هني تفيدني القروض فعلا. أنا لا آخذ شيء لأني أنا محتاج أصرف الفلوس هذه. حلو. فهذه أكبر نصيحة لهم، أن يهتمون في موضوعنا لا ياخذ قرض وايد عود في بداية حياته يدمر نهاية يدمر حياته كلها للآخر. أنا أعرف ناس وايد تبهذلوا بسبب الشغلة هذه، شباب مو قادر يتزوج بسبب الشيء هذا، هيلة لهالدرجة هذه. أستاذ عندي سؤال مهم، شنو ننصح الأهالي يعلمون أطفالهم من البداية على التوفير، خصوصاً أن الحين قاعد نشوف الجيل الصغير قاعد يصرف يمكن أكبر من الجيل الحين اللي إحنا كنا أيام قبل؟ إيه هذه الشغلة قاعد تسبب مشكلة ثقافية عندنا اللي هي قلة إحساسنا بقيمة المال. لما الشخص يكون كل شيء متوفر عنده من الصغر، لما يكبر ما راح، ليش احنا كبرنا وعندنا مشكله في طريقه صرفنا؟ لان من احنا صغار قاعد يتوفر لنا كل شيء. صحيح. فلما كبرنا هم كبرنا على نفس الفكره ان احنا نقدر نشتري اي شيء، نقدر نسوي اي شيء. صح الحمد لله احنا في ديره فيها خير ونعمه، وكل ما في كويتي ما يقدر يشتري اي شيء، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. لكن اذا البني ادم نقولكم استغل الموضوع هذا بشكل بزياده وقاعد يشتري كل شيء هو يبيه، ما راح يحس بقيمة الأشياء اللي عنده. هذا رقم واحد. رقم اثنين، ما راح تكون عنده إدارة مالية صغيرة، ما راح يكون عنده حس المسؤولية. أي حس المسؤولية هذا موضوع وايد كبير غير يعني موضوع المالي، هذا وايد شغلات في أسلوب حياتنا. فأنا أقول حق الأهالي لا تعودون عيالكم إن أي شيء يبي يأخذه، خلي يأخذه لأنه يستحق إنه يأخذه عشان يعرف قيمته. حلو، أشكرك أستاذ بدر الصراف، أشكرك على الكلام الجميل صراحة، أثريتنا معلومات وايد حلوة نستفيد منها وهم نفيد أعزائي المشاهدين. أبي حبيت تسمعتوا أهالي، سمعتوا لا تعلموا لعيالكم. صح، حلو واحد إنه يعلمهم على المسؤولية من وهم صغار، لأن راح يتربون على هالشغلة. بس هم هما يمكن ما يقدرون يشوفون هالشغلة، لأن أنا أقول لكم راح تحسون فيها. طبعا انا ما قاعد اتكلم عشان انا الحين خاص عندي عيال زين، بس راح تحسون فيها لما يكون عندكم طفل، راح تبون تعطونه كل شيء. صح. انه ما تبون يكون ناقصه شيء، ما تبون انه قاصره شيء، او يقول ابي وما تعطونه انه يحس. بس ترى هو ما راح يحس نفس ما انتم تحسون. صح. ما راح يحس انه اوه ما اعطوني او ما عندي. لا، هو طفل، هو ما راح يدري عن شيء، ما راح يعرف الدينار شنو، الربع شنو، العشره شنو، او شنو هذه قيمته. صح. يعني صدق يعني
ما راح اروح وايد بعيد يعني. زين يعني انا كنت صغيره ووالدتي اعطتني شغله الحين اعتدي علي. زين اقول اعطتني ساعه قيمه. ساره حرام لا تزعلينها. لا لا لحظه اعطتني ساعه قيمه. اوكي انا ما ادري شنو انا ويني وين الماركات يعني كنت توني صغيره مو حسب قيمتها مو حسب صح. القيمه وليومكم طبعا هي تذكر السالفه. انزين ولبستها وطلعت وكنت مع في جاتي وما ادري وين حطيتها بصراحه وضاعت وضاعت انا ما ادري وينها. باكر عيالك يسوون فيك نفس اللي سويتيه. طبعا عيالي ما راح اعطيهم شيء قيم مثل هذا واقول لهم روح استانسوا ما يصير. خلاص يعني تعلمتي تعلم بس انا ادري يعني ديب انسايد انه حياتي يعني إن شفتها الساعة حبيتها وقلت لها كانت بخاص لبسيها كذي وأنا خليتها دائما الأم عندها الإيثار يعني والكرم الإيثار أكثر من الكرم عندها الإيثار يعني أي شيء تبونه قاعد توفره حكم الله يحفظهم الله يحفظ أمهاتنا إن شاء الله أمهاتكم. أنا بعد وأنا صغيرة كان حسبالي إن الكينت إن الكرت فيه فلوس فلما مثلا يقولون ما عندنا فلوس أمبالي يبوا من الكرت يبوا من الكرت كله حسبالي الكرت هذا يطلع فلوس. ليش احنا ما نسوي فلوس؟ ليش احنا ما نصنع فلوس؟ كلها حسبالي ان الفلوس سهل الواحد يبها يعني ما كنت ادري ان الواحد يتعب عشان يجيب فلوس. انا بيني وبينكم شوفوا انا لما كنت صغيره على طار ان احنا ذكرنا وذكرت انه واحنا صغار كنت احب الباربيات. ف الله يطول بعمرها الوالده كانت دائما مصروفي اكثر شيء على شنو؟ على الباربيات اللي كان عندي باربي اطول مني. كيوت هذول اللي كانوا كبار ما كيجينهم بعد ما ادري بس اللي يصيرون كبار الاهل العاديين بس اللي يصيرون شي هيوج مش شي ونسود فكان مصروفي كله على هالسالفه والحين رجع علي عادي انه لحد الان احب الباربيات ولحد الان اصرف وايد. امي اكيد قاعد طالعني ودائما هي كلها تقول لي خديجه لا تصرفين بسج مسكيدج خلاص مو احنا تعودنا ان احنا نصرف وان احنا كل شيء نبيه عندنا فهالشيء انا شوف بالنسبه لي يعني فيعني دائما هالمصرف لازم شويه احنا شو نسوي نقتصد فيه. الحين ترى حسيت فيها اوكي لما شنو لما قمت ينزل معاشي مثلا خلاص احس ان انا عندي واحد اثنين ثلاثه ما حد راح يعطيك غير معاشك هم انت لا اصرف بعد وهم انا اصرف لا دير بالك خديجه لا ان شاء الله ان شاء الله استفيد منكم من خبرتكم ان شاء الله قاعد تستفيدون من كل اللي قاعد تسمعونه وناخذ فاصل ونرجع لكم. اختلاف الرأي ده شيء قديم من ميز الكويت افهم يا غشيم شوف 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 حرية بلدنا شوف 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 وجرى دستور الوطن شوف 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 يا في بس هذا فخرنا شوف اش قد لازم نشوف شوف 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 احنا مع شيخ
رجعنا لكم مشاهدينا من بعد هذا الفاصل، وطبعا عندنا محور جديد مساء ما تكلمنا عنه او ذكرنا تفاصيل صغيره عنه، واللي هي شنو؟ القروض. شنو رايكم بالقروض؟ احنا اللي قاعد نسويه بالقروض. انا الحمد لله انا للحين ما دشيت بهالموال. يا رب ما تدشين ان شاء الله. ما انا قاعد الاحظ ان في ناس خصوصا شباب قاعد ياخذون قروض على اشياء وايد تافهه، يعني مثلا ياخذ على سياره وايد غاليه زين، وهو معاشه اصلا يعني اصلا قاعد يدفع القرض الشهري ماله اكثر من معاشه صح اي، يعني مثلا سي معاشه 1000 قاعد يدفع 800 ويبقى عنده 300 بعدين يقول ان هذا لا يكفي الحاجه. وبعد غير كذي ان اللي هم من ياخذ قرض ويسافر، يعني هالموضوع ما ادري احس انه ما له داعي، كل واحد يقدر انه يوفر له مبلغ معين، لو يعني 50 دينار من كل شهر 50 على 50 مع الوقت راح يصير عندك مبلغ تقدر تسافر فيه وتروح وين ما تبي. انت عندك 12 شهر 12 ضرب هال 50 انت راح تسوي لك ميزانيه حلوه وتختار الدوله اللي انت تبيها. تدرين خديجه لو يجمع 100 دينار كل شهر يطلع بالسنه 1200 دينار صح، خوش سفره يعني صح. فيها تذكره وفيها فندق، طبعا المصروف مال السفر ما عشان يقدر يوفر فيهم. عندنا اتصال عبد العزيز. السلام عليكم. يا هلا والله عبد العزيز. هلا فيك، مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. طبعا بس ابي اعلق على شغله انا شفتها بالربرتاج اللي طلعتوه من قبل شوي بالنسبه حق الناس اللي قالت ان الغوائم تدعمنا والغوائم تعطينا والغوائم توفر لنا و و و او حتى ان الجامعات توفر. طلع طلع الكلام. اي وين كلام وايد. سفانه يمكن تعرفني. معكم عبد العزيز الجريب. عبد العزيز منو؟ الجريب. الجريب عبد العزيز. شلونك؟ اهلا هلا. عبد العزيز صديقي من ايام الجامعه، صديقي الصدوق. حلو. تسلمين. ثانك يو على متابعتك عزيز. ثانك يو. كمل. طبعا انا اول شيء بتكلم عن سالفه الميزانيات. في شيء انتم قلتوه صح انه في ناس تصرف على بطال على قولتهم، يمكن انا واحد من الناس هذه اللي اصرف على بطال، مش على بطال اللي هو اي شيء وخلاص، لا، شيء لما يكون بخاطري ما اخليه بخاطري، اصرف عليه لو مهما كان سعره، المهم انه ما اخلي شيء بخاطري، اخلي كل واحد يدلع نفسه يرفع عن نفسه وات ايفر. لكن بالنسبة حق الناس اللي قالت أنا ميزانيتي أخليها الـ100 بس حق الكتب، 100 أصلاً ما تكفي حق كتب، خلينا نكون واقعيين. أنا لما أي الحين باخذ خلينا نقول 4 مواد في الكورس، في مواد كتبها توصل لغاية 30 دينار، خلينا نكون واقعيين، إحنا كلنا طلبة في جامعة وكلنا مرينا في مراحل دراسية وايدة، يعني حتى في المدرسة. أنا تو الأخت سارة عدل قالت ان قبل كانوا يعطون الاكل بلاش في المدارس، انا من اول ما بلشت دراسه من الابتدائي ما اذكر ان يوم اعطوني ببلاش، كنا دائما نشتري من المخصب. يمكن في قبل الاجيال اللي قبلنا كانوا يعطونهم ببلاش، هذا شيء ثاني. فسالفه الميزانيه منو يحددها وعلى اي اساس؟ على اساس ان انت شنو روتينك اليومي؟ الو معك. قاعد اسمعك. ما لانه صار فخه فجاه. لا مدبجين الكلام اللي قاعد تقوله. اي لان فالميزانيه على اساس يعني ايش كثر قاعد تصرف باليوم، شنو الاشياء اللي قاعد تسويها. وصدق في ناس يعني، وهم انا ارد واقول ليش اتكلم عن الناس، اتكلم عن نفسي. انا دائما كل يوم لازم نمر الكافيه الفلاني نشتري الكافي معين، ولازم نروح المطعم الفلاني، صار اكل البيت ما يعجبنا. خلينا نتكلم بشكل عام، الجيل الجديد ما ياكل اكل البيت، ما يعجب العجب الحين الجيل هذا بالضبط. على قولتهم ما يعجب العجب ولا صيام رجب، يعني يحنون نبي ونبي 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 ونبي، ما فيهم واحد عارف انه مو الكل، هم مو الكل الاصابع ما هي سوى. عزيز انت من الناس اللي يقولون نبي ونبي؟ انا قول الصدق، انا اعرفك عدل. اي انا وايد ابي، انا وايد ابي، بس انا سبحان انت تعرفيني، انا وايد ابي بس انا اتعب على نفسي واطلع الفلس. حتى لما تو قلتي كلمه قلتي الفلس صعب بيومنا الحالي. زين انت الحين طالب جامعي صح؟ للحينك تدرس؟ ما اسمع ترى الصوت بعيد. للحينك تدرس بالجامعه؟ اي. انزين واللي قاعد يعطونكم اياه يعني يكفيكم حق مصرفكم؟ والله شوفي انا ما اتكلم عن جامعه لان انا اوريدي عندي مشروعي الخاص، فما ما ادري
شنو هل قاعد اصرف مال في الجامعه ولا راح قاعد اصرف بالمصاريف الثانيه ماني عارف عشان كذي. بس انا اتكلم كصرف يعني حتى سفانة لما توه قالت الفلس مو سهل ان الواحد يطلع الفلس. يمكن قبل نقول اي صح مو سهل الواحد يطلع الفلس، لكن في وقتنا الحين صار وايد سهل ان الواحد يطلع الفلس. على قولتهم طق القاع يطلع لك الفلس. شلون؟ السوشيال ميديا ما خلى شيء. اليوم نزل لك فيديو وين باكر يصعدون الفولورز عندك، صرت انت وايد بيبولر وصاروا الناس يدفعون لك عشان تنزل اعلان، فصار الفلس سهل. لكن سالفه الفلس هم نرد ونقول ميزانيه، انت لما تضبط ميزانيتك على شنو بتصرف الفلس؟ هذا وين بتوديه؟ هذا وين بتحطه؟ مثل ما قالت الاخت خديجه سالفه لما انت تضبط ميزانيتك تعرف منو يطالبك، منو يبي منك، منو الغصب، الشهر تعطي هذا حق منو، الشهر الجاي حق منو، الشهر اللي عقبه حق شنو؟ فهذه هي ترتيبات او انه وعلى قولتهم الدين عمات عين يعني. فالاقتصاد والله العظيم يعني الاقتصاد تهد الحيل صدق يعني. انا واحد عن نفسي ما احب شيء اسمه قصد، ما احب احد يطالبني يعني. حط راسك على المخده وانت يعني تحب يطالبني وخلنا تعال. على قولتهم انت اللي تكد على نفسك وانت تسوي نفسك وتكون نفسك. اي عشان بس احنا نتمنى عليك وايد حلو وايد حلو. بس انا اتمنى كل شبابنا كذي. اي نعم عزيز. يا هلا. عندي لك سؤال. تفضلي. تنصح الطلبة اللي عندهم الإمكانية إنهم يبطلون مشروع إنهم يبطلون مشروع ويكونون نفسهم ايه من أهم بعد ايه طلبة إذا عندهم ايه طبعا الإمكانية؟ إيه 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 ايه أكيد أكيد أكيد. كل واحد عنده. شنو نصيحتك حقهم عزيز؟ نصيحتي صرفوا على قد احتياجاتكم، صرفوا على وناستكم، صرفوا على فرحتكم، صرفوا على الشيء اللي تشوفونه صح. لا يعني لا تروح الكافيه تشرب 16000 كوفي باليوم وتقول والله احبه كلنا نحبه نشرب صح بس ما يصير 16000 كوفي باليوم وتقول يعني. انتوا عارفين الكافيهات الحين صارت القهوه الواحده على دينارين مثلا دانير يعني على شنو لما انت تقدر تسويها بالبيت. حتى سالفه المطاعم مو لازم يا عمي مو لازم تاكل 16000 مره باليوم عرفتي يعني. اقتصد في صرفك، فكر صح لما تبي تصرف حق شنو بتصرف، وهل اذا عندك مشروع اذا بتصرف هل في مردود فوق الصرف اللي انت صرفته ولا ما في مردود؟ اذا ما في مردود ليش اتعب نفسي واصرف فلوسي وحالتي حاله وانا الواحد لا يجازف على شيء هو مو ضامن نجاحه. بالضبط. فاذا انت ضامن ان مشروعك هذا ناجح والشيء الدينار اللي بتقطه تطلع بداله 10 انا اقول لك قط 10 وطلع 1000 على قولتهم. صح كلامك عزيز، مشكور وايد على اتصالك وخليك متابع برنامجنا كل اسبوع وسلم لي وايد على الوالده. ان شاء الله ان شاء الله. يلا مع السلامه. الله يعافيك. حلو الكلام اللي قاله عزيز خصوصا عن الطلبه وان يحاولون يسوون مشروع من خاص اذا كانوا يقدرون. صح. بعد ترى هم سوري ساره الحين الجامعات قاعد تصير كتبها غاليه زين، فهم ترى هذا الشيء قاعد يسوي عبء على الطلبة وعلى أولياء أمور الطلبة. فيعني أتوقع أن شوية لو أن يعني ما أدري من المختص بهالموضوع لكن المختصين عن هالموضوع أن لو أن يقدرون مثلا يخفضون ميزانية الكتب أو يدعمون الكتب. بالضبط. أو أن يعني الحمد لله الحين صارت في بادرة حلوة أن الإعانة مالت الطلبة شو سووا فيها زادوها، فهالشيء أنا أتوقع ترى وايد حلو. يمكن هم من بعد ساعدهم أشياء زيادة أنهم يعتمدون على نفسهم أكثر ويمكن حتى لو يحتوون نفسهم بأكثر وشوي يخففون على أهاليهم. وهم في جامعات تسوي تبادل كتب كل بداية كورس يبادلون الكتب. إذا مثلا خلصت المادة تعطينهم إياه والمثلا يعني يصير تبادل كتب، أنت تقدرين تاخذين المواد اللي عندك وهم يقدرون ياخذون المواد اللي عندهم. ما شلون قاعد أشرحهم بس ما أظن إيه ما أظن إنه يسوون هذا. بلى بجامعتي كانت أحد الجامعات الخاصة ياخذون كتبكم ويعطون حق أحد ثاني. لا يسوون بوث بنص الجامعة وكل من في عنده كتاب ما يبي يحطه أو اللي خلص اللي يعني السنة الدراسية ما اللي خلص يعني؟ اللي يحتاج هذا الكتاب ياخذه وهم هو من صوبه يقط كتابه يعني يصير في تبادل. عندنا موقع اكونتنا في الانستغرام اللي هو corner_ktv3 كلكم سووا لنا فولو لازم ترى راح نحط لكم اشياء عجيبه. عندنا بعد غير كذي هم يعني احنا ما بقى شيء على نهايه حلقتنا لكن تتوقعون ليه قدام الناس راح يعني راح تحط لهم مثلا خطط راح تسوي لهم شيء يمشون عليه ان شاء الله هم يبلهم ينقرصون صدق
شوفي اذا نقر صار راح يتعلمون. هو اوريدي صاير ان اشياء وايد قاعد تصير اغلى من قبل، قاعد تصير مسؤوليات اكثر، بعدين احس الاهالي تعبوا. احس الحين هذا الزمن شوي الاهالي صار فيهم انه يلا يعني اعتمدوا على نفسكم، لانه وايد ناس لحنهم يعني كبروا بس يعني ما عندهم المسؤوليه، يعني كبروا وما عندهم مسؤولية وللحين ما وقفوا على ريولهم، فالأهالي للحين مضطرين يصرفون عليهم مع أنهم يعني عدوا السن حتى القانوني. مشاهدينا نختم حلقتنا اليوم، طبعا الموضوع كان وايد شيق، أتمنى أن أنتوا استفدتوا مثل ما احنا استفدنا. تابعونا الأسبوع الجاي يوم الجمعة والسبت الساعة 5 للساعة 6. خليكم معنا، باي، مع السلامة. See ya.